السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع عليكم اليوم في فيديو جديد. فيديو راح ألعب فيها هي اللعبة اللي تقريبا صار لي أسبوع ألعبها وهي نازلة تقريبا من أسبوع. الروابط راح تكون موجودة في الديسكريبشن سواء حق الاي او اس أو الأندرويد إذا كانت موجودة. إذا كانت مو موجودة فعذرونا. في بداية عندنا هي الواجهة، طبعا اللعبة ما فيها عربي لحد الحين. اللعبة بشكل عام خلينا نقول مختصر هي خلينا نقول على شكل لاين من اليسار الى اليمين، تواجه فيها الشخصيات اللي هي هاي اللي على اليمين وانت الشخصيات مالك اللي على اليسار، وطبعا عندك الشخصية الرئيسية اللي هي اللي عندها العصا اللي هي هاي التنين اللي ما ادري. لو جينا الى هنا عندنا هاي الشخصية الرئيسية الهيرو، هي الشخصية الرئيسية لحد الحين ما في اي شخصية ثانية. ممكن مستقبلا يضيفون شخصيات ممكن، بس حاليا مع اصدار اللعبة موجود بس هاي الشخصية الهيل تقدر ترفعها. الشخصيات اللي تطلعهم بشكل اسرع كل ما ترفع الليفل راح يطلعهم بشكل اسرع. وعندك هني الرينج اللي هو لما يضرب مسافة بعيدة العصا اللي عنده يوصل المسافة ابعد. انجي هني حق الشخصيات اللي راح تطلعها وقت الحرب او وقت الشغلات او المهام اللي راح تسويها، وكل شخصية لها تخصص محدد، اذا تشغلها على شيء ثاني ما راح تأدي حتى لو كانت قويه. يعني مثلا هاي شخصيه تانكه بحته، دفاعيه بحت، ما يسبب لك دمج مالها جدا تعبان 13 زائد 2 يعني 14 ولا شيء. بس مثلا لو جينا حق هاي الشخصيه مثلا الدمج فيها عندها عالي او خلينا نقول متوسط، وفي نفس الوقت تستهدف الحرائق. يعني لما تضرب خلينا نقول في بعض الشغلات تجيك على شكل قش، واحد عنده درع على شكل قش، فانت لما تضرب هاي الشخصية راح يأدي وياك بشكل اكبر ضد هاي المخلوق. عندك مثلا هاي تطلع وتضرب مسافات الدمج مالها 370. عندك مثلا من الشغلات القوية، هاي مثلا من الشخصيات القوية الهيل مالها جدا قوي 2777 زائد 417 عليك بالحسبة، وفي نفس الوقت الاتاك مالها 116 زائد 20 يعني 100 تقريبا 130 ويصمد. في شغلات عندك تحت اللي هي اللي باللون الازرق ريل هيلمت، هاي عندك ملحمة اسطوري، ومن هاي الكلام لما تكمل المهمات راح تطلع لك بعض هاي الشغلات وترفع الليفل مالها. طبعا لما يكون ملحمي بطبيعه الحال راح يكون اقوى، لما يكون اسطوري هم راح يكون اقوى، بس لما يكون نخبه بعد شو اسمه باللون الازرق راح يكون اضعف واضعف. فتقريبا هي فكره اللعبه. هي شخصيه مثلا تعطيك هيل، يعني لازم تطلع خلينا نقول دفاع تخلي وراء اللي هو هاي الهيل عشان هيل الدفاع اللي تكلمنا عنه اللي هو اللي خلينا نقول بشكل اقل دفاع هي، وعندك هاي الدمج قلنا واللي بشكل اقوى منه اللي هو هاي. فحاليا خلينا نلعب جيم من الأيام بشكل عام، يعني ما راح نلعب قدام. بس قبل ما نلعب خلينا أوريكم التايم لاين أو خلينا نقول نبدأ عن اللعبة. حاليا موجود 1 2 3 4 حاليا موجود 24 منطقة. طبعا أول منطقة تعليمية 3 وحدات ما تنحسب، خلينا نقول 23. لو لعبنا أي شيء موجود أي صح، في بعض الشخصية من الشخصيات اللي هي هاي توني طالع لي أو توها طالع لي، هاي تستهدف الأشياء الطائرة فقط، ما تستفيد منها في الأرض ولا يضرب ولا أي شيء في الأرض. فهي من الشخصيات خلينا نقول السيئة، يعني ممتازة في جانب بس سيئة، ما تضرب ولا شيء على الأرض، تضرب فقط الأشياء اللي تطير. صح من الأشياء التانكية هاي أكثر شخصية حاليا وصلت لها هي التانكية، هي لحد الحين ما فتحت من الباقي. عندك المهارات اللي راح تستخدمها داخل الشخصية داخل اللعبة، خلنا ناخذ طلة سريعة عليهم. هاي راح تلقي حجر ضرر مالها مو عالي جدا، تستهدف مسيرة واحدة. هاي راح تلقي نيزك أو حجر ناري تستهدف أكثر من مسيرة أو أكثر من شغلة. هاي راح تجمل الشخصية وتستهدف مسيرة واحدة. هاي راح تطلع خلينا نقول صندوق وتطلع شخصيات اللي هي هاي نفس هاي الشيء بس بدون اللي على الراس. هاي راح تطلع كرة نار راح تستهدف فيها أكثر شيء، وطبعا الضرر فيها جدا عالي، راح تستهدف مسيرة واحدة. وأكثر شيء تركز عليه اللي هو اللي يكونوا حاملين الدرع من القش، راح تفهم يعني شنو القش وغيره وغيره. هاي راح تستهدف اللي هو أكثر من مسيرة، حجارة راح تنزل بشكل طولي. هاي تقريبا مثل هاي المسيرة وينها هاي فكرتها إنه هو يمشي لين يطيح الهيل ماله. فحاليا خلنا نلعب جيم ونشوف شنو فيها اللعبة. الأمانة ممتعة، بس لما توصل حسيتها لما توصل مستوى معين خاصة مستوى 12 يبن وقع 12 أو 11 تحتاج شوي تشحن اللي هو الكوينز أو أنك تلعب. والشيء الثاني اللي ما عجبني ان تقدر تلعب بس 6 مرات وتضطر تنطر لين يشحن اللي هو هي، او انها تتاخذها عن طريق اللي هو الكريستال. فهي من الاشياء اللي ما حبيتها. ما علينا خلنا نلعب حاليا مهمه ما قالتك. اسف القسم الخامس المستوى السابع راح يكون هاي الشغلات اللي عندي اياها. اقدر اضيف بعض الشغلات بس لازم اخذها عن طريق الكريستال او احصلها عن طريق المهام. جينا مثلا قدام تشوف ان في شغلات اكثر وغير فيها كره النار، حجر،
ما نطول المقطع وراح نلعب اللعبة القسم الخامس مستوى السابع. طبعا انا اقدر ارفعهم بس حاليا ما عندي كوينز، فما يعني عندي القطع مالهم بس ما عندي الكوينز. الفكرة راح تكون كالتالي، عندك الشخصيات وعلى اليمين راح تكون عندك المهارات. طبعا طريقة اللعب تختلف جذريا، يعني فوق عندك تفاح، اذا دمرت له هاي السياج راح يزيد له حنقول 20 راح يوصل الى 50 اتوقع مو غلطان، بس لازم تلعب بطريقة ما، ولازم البيضة في النهاية ما تنكسر. هاي الهدف من اللعبة ان البيضة ما تنكسر. شكلي جبت العيد في هاي الجيم فما راح اكملها 3 نجوم للأسف، لان الطريقة المفروض ما تكون بهي الطريقة من السياج من البداية. طبعا انت لازم تركز على على الشخصيات اللي ورا، مثلا هاي تهيل فهي انت تركز عليها من البداية. وعيب اللعبة ان اي خطأ تسوي في البداية راح تتحملها بشكل مش طبيعي، يعني ما تقدر تصلحها بسهولة. هاي من الاشياء السيئة في اللعبة، انه لازم تمشي بخطوة بخطوة. يعني انا حاليا بس رحت حق السياج خلاص صار عندي مشوار شطولة، كنت اقدر اختصره كامل. فهي من الاشياء اللي ما حبيتها. هاي مثلا هي اللي طاحت اقدر استخدمها مستقبلا قدام، وهي الشخصيات اللي راح تكون عندي. لو تلاحظون حاليا راح يفتحون الباقي، فتحوا راح اطلع دفاع واطلع وراه بعدين بعد شوي اللي هو هيل. هاي من اسوأ الشخصيات الموجودة في اللعبة، اثنينهم من اسوأ الشخصيات اللي صعب جدا انهم يطيحون. صعب والدمج مالهم جدا عالي. انا قاعد اعاني اياهم للاسف، قاعد احاول ان انا اقدر اكملها، ما قدرت اكملها 3 نجوم. حاولت بجميع الطرق، طورت شخصيات، طورت اشياء، ما في فايدة. حاليا سويت خطأ في البداية، فصعب ان انا حاليا اقدر اكملها 3 نجوم. ممكن اكملها نجمتين او اكملها نجمة واحدة. هاي الطريقة لازم تركز على الرماة عشان ما يضربون الشخصية الموجودة عندك. الشخصية لما تتحركها لما تطيح راح ترجع من البداية، بس تاخذ ثواني شوي. حاول ان اطيح. اهم شيء مثل ما قلت تركز على الاسهم وتركز على الشخصيات اللي تهيئ من العدو. حاليا راح اطلع شخصية تضرب لان عندي 2 تانك، عندي واحد هيل، بعدين راح اطلع واحد هيل. سريع سريع سريع. لو تلاحظون حاليا خسرت نجمة للاسف. هو المفروض لما توصل حق النجمة خلاص انت كملت المرحلة. هنا راح يكون في طحن شوي حاليا، فان شاء الله نقدر نكملها. طبعا مثل ما قلت تركز على الاسهم اللي ورا، راح يقتلونك بشكل مش طبيعي، لان انت لا تقدر توصل لهم هم يضربونك. فلما تدمر السياج الثالث تقريبا كملت اللعبة، بس باقي خلينا نقول الصف الباقي خلاص. بس انا هاي المهمة عجزت اكملها 3 نجوم، لعبتها يمكن كم مرة؟ 15 مرة، وهي المستوى الخامس، يعني انا وصلت مستوى 12 حاليا وما انا قادر اكملها، ما ادري متى راح اقدر اكملها، او ان هل فيها طريقة معينة لازم اسويها، لحد الحين ما قدرت اسويها. فهي تقريبا فكرة اللعبة، كل ما تتقدم في المراحل راح تحصل على صناديق تعطيك شخصيات، راح تحصل على مهارات تقدر تسويها، مثلا نار، ثلج، نيزك وهي الاشياء. مثلا حاليا هي لو اكملها، خلينا نلعبها اخر مرة، ثانية ونشوف، لان بدون ما احط هاي ما اقدر اكملها صعب. خلنا حطمتها، خلنا الحق عليها. سريع سريع يا شباب، فعلى خلي تكون عندي 50 ممكن تأدي وياي، اللي هو لان لما يوصل 50 العداد يكون اسرع، عكس لما يكون 20، ولما يوصل 70 يكون العداد اسرع من لما يكون 20 او 50. فانا اقدر اطلع اللي هو، لو تلاحظون هاي اللي اقول هاي، اما ان انا اطيحها عن طريق المهارات، او ان الشخصية اللي انا طلعتها هاي اللي ما استفيد منها الا لان هي تطيح الشخصيات، يعني ما تضرب اي شيء في الارض ابدا، ما تضرب ولا شيء. لو تلاحظون اصلا عاطل كل شيء ظهره، وقال ضربه يطيح خرح. لا ضربوني. قاع جي جي خلاص. هاي المرحلة صعب جدا ان انا اقدر اكملها، فممكن لازم اكمل المهام اللي ورا وارفع الليفلات. فمثل ما قلت مهام من متوصل 11 وما بعدها جدا صعبة جدا. هاي فكرة اللعبة، اللي حاب يلعبها راح تشوف رابط في الديسكريبشن، ممكن تجربها تلعبها تستمتع فيها. شوفكم ان شاء الله مقاطع ثانية.
ومع السلامه.